خلاص احنا مش كده كده داخلين على رمضان، احنا نعمل برنامج ديني. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم يا جماعه. النهارده حلقه جديده من المكان الجديد اللي انا قاعد فيه دوت، من برنامجنا وبرنامجكم ارتقي. لازم نرتقي، احنا داخلين على شهر رمضان. شهر رمضان، واللي ما يعرفش ان شهر رمضان هو شهر الصيام. ايوه، هو شهر الصيام. تعالوا نقرب من بعض، تعالوا نحضن بعض يا جماعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.